مسكوا ودي حظه وصدى ولا هدف هدف التعادل لديسفين. هاني عادل يحذر وعلى الطير حسام الودي يسجل هدف التعادل. حسام الوادي حسام الوادي والهدف الثاني لنادي سفيرت، الهدف الثاني لسياتل 2-1. ياخذ الاشاره يتقدم حسام الوادي يغلط وعز بن شريفين. تتنفذ المخالفه والهدف الثاني، الهدف الثاني للنادي الصفاقسي. حسام الويتي تاتي بالهدف، هاو امام الاعاده حسام الويتي والكره الراسيه. حسام الواتي، حسام الواتي مازال بحوزه الكرة تتعدى والهدف الثاني للنادي الصفاقسي. يروض بالصدر لحسام الواتي، ممتازه العمليه من ديدي ليبري. حسام الواتي لديدي ليبري